الجيش وليتا ديتشا بطل اثيوبيا، فالى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي، أهلا بكم. إيهاب حسنين يحييكم، ويسعدني أن أنقل إليكم مباراة بطولة الأفريقية للأبطال للكرة الطائرة. مباراة اليوم بين نادي الجيش ونادي ولاية داتشا الإثيوبي. هنقول بدأت المباراة وهنقول لحضراتكم الأسامي. نادي الجيش طبعا على دينا اليمين، وادي التشكيل اللي قدامنا. طبعا نادي الجيش الى الان فائز في 3 مباريات، وادي النهارده المباراه الرابعه، وادي ارسال مع اسلام عبد السميع، وادي استقبال من الليبرو، وادي الرفعه، ونقطه لصالح نادي ولايه ديتشا. طبعا صالة الأمير عبد الله الفيصل بتستقبل هذه المباراة. طبعا اليوم الرابع، ونقطة لصالح الجيش، والنتيجة حاليا 4-4 قدامنا طلايا الجيش. وآدي الإرسال مع اللاعب محمود رؤوف، طبعا ابن كابتن رؤوف عبد القادر. طبعا احمد صلاح في الملعب، وهنقول لحضراتكم اسامي الفريقين في اول وقت مستقطع. وادي النتيجه 5 ولايه ديتشا الاثيوبي، 4 الاهلي. وادي قدامنا رقم 16 اسلام عبد السميع اسلام، وادي تعادل 5-5. وقدامنا محمود رؤوف، وادي شوف الكره الرافعه من احمد فتحي، و التعادل 5-5. وادي نقطة على طول مباشرة في الإرسال، وتقدم للنادي الأهلي. وادي رقم 6 اللي قدامنا محمود عبد المنعم، طبعا محمود عبد المنعم كان بيلعب في النادي الأهلي. وادي الإرسال مع محمد السيد، أيضا كان لاعب في النادي الأهلي سابقا. وادي الرفعة وشوطة من مركز 4، وادي نقطة سايل كده حلوة، والتعادل 6-6. ادي قدامنا احمد فتحي بيركز مين هيرفع لمين، وادي استقبال وابو حميد، وادي رفعه وكره ستايل كده بليس ترجع سهله، لكن شبكه، الحكم بيقول شبكه. وادي 7-6
لطلائع الجيش، وادي استبال رفع مسار الالعاب وكوره وحائط صد وتغطيه حلو قوي وارجع. مين يخلص؟ مين يخلص الكوره؟ لسه في دفاع منخفض وترجع الكوره من مركز اربعه وبليس وتغطيه حلو قوي على حائط الصد من نادي الجيش وشوطه ولسه الكوره ترجع مره ثانيه. ويا سلام على الخبره لنادي الجيش و 8 الجيش 6 ولايه داتشا الاثيوبي. هقول لحضراتكم الجيش لعب زي ما حضراتكم عارفين 3 مباريات، فاز في الثلاث مباريات، الاولى على كامبالا سيتي من اوغندا والثانيه على بورتو كاميروني 3-0 و3-0 ايضا، والمباراه الثالثه اولمبيك ميليه الجزائري 3-0. يبقى الجيش كده لعب 3 مباريات وفاز فيها 3 اشواط للا شيء كلهم. اما ولايه ديتشا اتهزم في 3 مبارياته من بورتو الكاميروني 1-3 والزامب الخدمات العامه الكيني 1-3 وكامبالا الاوغندي 2-3. ادي بقى هنا نادي ديتشا ولايه ديتشا. طبعا حضراتكم عارفين ان هذه البطوله 24 فريق ومتقسمه الى مجموعات 4 مجموعات وكل مجموعه 6، يعني كل فريق في الدور الاول هيلعب 4 مباريات. وادي كره هتصد وترجع مره ثانيه و ليبرو بيلعب كرة براسه، تنفع طبعا الكرة بالراس وترتد، وادي نقطة لصالح نادي الجيش. تسعة ستة. طبعا النادي الاهلي لسه خارج من البطولة الافريقية بالنسبة للسيدات وطبعا نجح بامتياز. وادي دي البطولة الثانية، يعني فعلا بنشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على اهتمامه بتنظيم البطولات، لأن ده يعتبر وجهة رياضية وسياسية للدول اللي تعرف إن مصر بلد الأمن والأمان، فدي يعتبر دعاية لمصر اللي هي استضافة البطولات إذا كانت عربية أو أفريقية. ودي 10 طلائع جيش 7 ولاية ديتشا الإثيوبي، وأدي نقطة خارج الملعب. لسه الإرسال مع محمد مع عمرو نجيب تايسون. يلا يا عمرو إرسال قوة، دي استقبال من الليبرو ترجع مرة تانية وتخش الكورة وحائط صد، وادي النقطة ال 11. 11 دلوقتي اصبحت 12. مرة ثانية عمرو تايسون وادي استقبال ورفع وفين هنا اهو، هنشوف بقى حائط الصد المرة دي. كرة سهلة، هجمة مرتدة، محمد كرة خلفية وشوطة والليبرو، برافو الليبرو، وترجع مرة تانية. فين هنا بقى؟ أدي كرة سهلة، يلا هجوم مضاد، يلا حمادة، حمادة وشوطة وحلوة و13 7 13 7 للنادي الجيش. وأدي فاضل نقطة كده ويبقى فيها دبل سكور، هنشوف. ارسال قوي، يا سلام على ارسال، ارسال قوي وتيجي ورفعه وحائط صد وترجع مره ثانيه، ويلا يلا محمد ويرفع ويخلص. مين يخلص؟ مين يخلص؟ مين يخلص؟ فعلا يخلصها محمود رؤوف عبد القادر ابن الوز عوام، برافو يا حوده، خلص النقطه وجاب نقطه جميله و14 7 دبل سكور. يلا ابطال ابطال نادي طلائع الجيش، وادي ارسال قوي وترجع، يلا تخش بقى سهله، يلا رؤوف محمد كره سريعه، لكن الكره ما لبستش
في ايد ممدوح عبد المنعم وترجع مره ثانيه ادي خلفيه وتتشاط السهيله في مركز اثنين وتخلص الكوره وبرافو يا اسلام عبد السبيع. اسلام اثنين اهو لكن برافو سابها له الليبرو تتشاط وترجع الكوره وادي النقطه. طبعا الليبرو نادي الاهلي احمد عبد العال وادي الارسال هيشوطه عمرو نجيب وبرافو يا عمرو برافو يا عمرو. ايوه كده نحافظ على الارسالات وادي دبل سكور 16-7. طبعا هقول لحضراتكم المجموعه الاولى الاهلي المصري السجون الكيني البوليس الفواري واسبوار من كونغو ونيمو ستار من اوغندا وريدسكينز من ليسوتو. المجموعه الثانيه الاهلي السويحلي الليبي فاينانس البنيني سويلم بلو من سيشل ودي جي اس بي من الكونغو برازافيل وطبعا الطيران المصري وبافيا الكاميروني. المجموعه الثالثه فاب الكاميروني والبوليس البنيني اهلي بنغازي طبعا ليبيا فيها فريقين موجودين وجامعه زيمبابوي وسموحه ومونجازو من الكونغو. المجموعه الرابعه اللي احنا بنلعب فيها دلوقتي نلعب قدامها دلوقتي بورتو الكاميروني اولمبيك ماليه الجزائري كامبالا الاوغندي و جي اس يو الكيني ولايه ديتشا الاثيوبي والجيش المصري. دول بالنسبه للمجموعات. ادي ارسال والنتيجه 16-7 مع عمرو نجيب برافو يا عمرو 17-7 طبعا فرق مستوى لغايه دلوقتي وادي رقم 6 اللي قدامنا اهو موليسو كاسومي وادي استقبال ضعيف طبعا هتخش سهله وتتشاط الكوره لكن تيجي تاتش و 17-7 لا الحكم بيقول لا مش تاتش نقطه لصالح النادي نادي الجيش. والارسال مع عمرو نجيب الشهير بعمرو تايسون يلا يا عمرو يلا يا عمرو وادي نقطه خارج الملعب هارد لك الارسال طبعا اللي فاتوا كام ارسال كده قدر يجيبهم وادي 8-18 على العموم لسه النتيجه لصالح نادي الجيش وادي استقبال واحمد وهارد لك ادي هنا احمد فتحي لاعب الزمالك السابق والجيش الحالي صانع الالعاب كلا ابو حميد ادي معاه هنا اهو واقف طبعا زي ما شايفينه اسلام وادي فريق ولاية ديتشا وأي شوطة من فوق حائط الصد بنقطة وعشرين تسعة رؤوف رابي رؤوف عبد القادر محمود رؤوف عبد القادر طبعا طبعا العائلات الكروية موجودة كتيرة طبعا في النادي الأهلي عائلة طبعا يوسف عبد الكريم منى عبد الكريم محمود عبد الكريم طبعا حمدي الصافي ويوسف حمدي الصافي اللي بيلعب في النادي الاهلي وادي النتيجه 20-9 20 الجيش المصري. طبعا هنقول لحضراتكم الجهاز الفني وائل العادي حسام شعراوي طبعا بالنسبه لنادي الجيش محمود الوزير وهاني سمير وطبعا رئيس الجهاز محمد صادق ده بالنسبه ل نادي الجيش. ارسال مع اسلام عبد السميع يلا اسلام وادي هنا رفعه وتتشاط سهله من انجو وترجع وتيجي حائط صد والنقطه الواحد والعشرين 21 طلع الجيش 9 ولايه ديتشا يلا ابطال وادي
لسه الارسال مع اسلام عبد السميع. يلا يا اسلام. اسلام وارسال قوي، برافو، حلو، وارسال كده تيجي عند الليبرو موليسو حاجي وتطلع الكوره خارج الملعب. و22 19 22 9 22 9 يلا. وادي ارسال قوي، وادي استقبال المره دي سهل، تيجي يا سلام على التغطيه، حلو قوي، ترجع مره ثانيه. فين هنا مين يخلص؟ لسه برافو يا محمود رؤوف، حائط صد و23 9 محمود 23 9 لسه الارسال مع اسلام عبد السميع. يا سلام يا اسلام. طبعا حضراتكم شايفين ان الاستقبال ضعيف في بالنسبه لمستوى الفريق الاثيوبي. طبعا وقت مستقطع بيطلبه المدير الفني سامبلو بولوسو. والنتيجة 9 ادي 24 يعني نقطة الشوط الاول، يعني الشوط الاول ما يعني ما خدش ربع ساعة، بدليل ان نادي الجيش مسيطر على المباراة. وادي احمد فتحي قدامنا، هو ده ادي الارسال دلوقتي مع خارج الملعب. وهارد لك، هارد لك في الكوره دي، هارد لك يا اسلام، اسلام هارد لك يا اسلام. ادي ارسال رفعه ورؤوف، برافو يا رؤوف، ويخلصها 25 25 نادي الجيش 10 ولاية داتشا الاثيوبي. طبعا زي ما احنا شايفين مباراة من طرف واحد، النادي في صالة النادي الاهلي هنا، نادي طلائع الجيش بيفوز بالشوط الاول، مباراة سهلة. وان شاء الله كده طلائع الجيش يكون هيفوز في المباراة الرابعة، يعني زي ما قلت حضراتكم ان هو فاز بثلاث مباريات، وادي المباراه الرابعه. طبعا ان رقم قياسي على فكره كانوا عايزين يقدموا في هذه البطوله، كانوا عايزين يجوا حوالي 32 فريق عايزين يشتركوا هنا في بطوله النادي الاهلي، لكن طبعا اتاخد 24 بالنسبه للي هو اولويه اللي قدم. فده دليل ان كل عايز يجي هنا مصر عايز يجي يحضر بطولة النادي الاهلي. طبعا بيغيب عن هذه البطولة نادي الزمالك، طبعا كنا نتمنى يكون موجود، لكن طبعا نادي الزمالك طبعا النجم صلاح قدامنا اهو، احمد صلاح، والنجوم طبعا الكابتن وائل العادي طبعا ما بيحاول بيريح ال نقول القوة الضاربة للفريق وبيريحه لأن هو شايف مستوى الفريق. طبعا النادي الزمالك هو ما جاش لأن طبعا ما كانش حصل على المراكز الأربعة الأوائل في العام الماضي، ولا الأندية التونسية. النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي معاه 12 لقب. تخيلوا حضراتكم الأهلي خد سنة 80 83 95 96 97 2003 2004 2006 2010 2011 2015 واخيرا 2017 كانت في تونس. يعني النادي الاهلي حصل 12 مره هذا اللقب، ونادي الجيش حصل على مره واحده عام 2016. طبعا كابتن وائل عايدي ده كان يعني من احسن الليبرو في مصر، وطبعا حاليا هو المدير الفني لنادي طلائع الجيش. طبعا البطوله طبعا بيحضرها دكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي، رئيس اللجنه العليا المنظمه لهذه البطوله طبعا الاستاذ محمد ضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي.
يعني فعلا كل عضو من اعضاء مجلس الاداره بصراحه عاملين مجهود في هذه البطوله. وكان شفنا طبعا في الافتتاح الاستاذ العمري او الوزير العمري الفاروق، طبعا نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وقبل كده في بالنسبه للسيدات الكابتن محمود الخطيب طبعا ربنا يشفيه ويرجع بالسلامه كان موجود في الافتتاح. يعني النادي الاهلي لما ينظم او يكلف باي بطوله تلاقي تكاتف بالنسبه لاعضاء مجلس الاداره، لان في الاخر دي النادي الاهلي نادي بطولات، وفي نفس الوقت دي مش نادي الاهلي بس، لا دي سمعه طبعا مصر، لان البطوله بتقام في مصر، فطبعا الكل هنا بيهمه نجاح هذه البطوله. الأندية التونسية على فكرة كان في نادي صفاقس من أشهر الأندية، طبعا ست مرات حصل على هذه البطولة بالنسبة للأندية التونسية. حضراتكم عارفين أن تونس ومصر يعتبروا هما بيتصارعوا على اللقب، إذا كان العربي أو الأفريقي، إذا كان في أندية أو في منتخبات. على العموم بدأت المباراة والنتيجة طلع الجيش 2 الشوط الثاني طبعا دلوقتي، و ولاية ديتشا الإثيوبي لا شيء، ولسه الإرسال مع مصر، ودي استقبال مع دوسا وكابتن فريق، وآدي النقطة رقم 1 أول نقطة لولاية ديتشا، وآدي الإرسال مع ادي قدامنا ده رقم 11 محمد السيد أهو قدامنا، وآدي الإرسال مع دوسا، يلا يا دوسا، ودي تركيز من احمد فتحي، يلا مين بقى اللي هنا، مين اللي هيرفع، دي احمد رفع وشوطه، وتيجي الكوره نقطه لصالح النادي طلائع الجيش 3 وولايه ديتشا 1. قدامنا محمد السيد، يلا حماده نشوف هيطلع كده ايه، هيعمل ايه في البلوك في الكرة اللي فاتت دي لسه، يلا مين يخلص، مين يخلص، رؤوف وهارد لك يا رؤوف، الكرة ما عدتش، لا حكم قال لمس شبكة، اهي الكرة عدت ونزلت، ومسافة بين حائط الصد والشبكة، ونتيجة 4-1 4-1. ويلا يا اسلام، ارسال بيلعب ارسالات قوية، برافو يا اسلام ما شاء الله، اسلام مواليد 9 فبراير 94، طوله 2 متر ووزنه 97 كيلو اسلام، ويلا تغطيه حلوه قوي على البلوك، لكن الحكم حسب نقطه لولايه ديتشا، والارسال مع اللاعب رقم 6 موليسو، استقبال ورفع حلو قوي جاي من المنطقة الخلفية طاير، عمرو نجيب تايسون، برافو يا عمرو، برافو يا عمرو، رؤوف محمود رؤوف، طبعا بمناسبة كابتن رؤوف عبد القادر احنا بنشكره هنا على تنظيم ونقول جهود النادي الاهلي عموما في نجاح هذه البطولة. 3-6 ارسال مع جنيبو وترجع، وادي رفع من صانع الالعاب انجي، وادي نقطه 4-6، والارسال مع ابيب على طول، وادي محمد رؤوف محمود رؤوف بيتكلم، وادي الارسال مع محمد السيد، يلا يا محمد، واستقبال كالعاده ضعيف، ترجع مره ثانيه نادي الاهلي، ارسال احمد فتحي بيرفع، وادي الشوطه وحائط الصد وتطلع بره، ودبل سكور 8
طلائع الجيش 4 ولايه ديتشه الاثيوبي. وادي تركيز طبعا داخلين بهدوء. وادي الكباتن على طول هنا الجهاز الفني في نادي طلائع الجيش بيكلم فرقته. وادي الرفعه، شوف حضراتكم ازاي الكوره وتيجي في حائط الصد وتطلع بره. حائط الصد تطلع بره. كانت الكوره مع اسلام عبد السميع، ادي اسلام هو النمره 16، شاط في حائط الصد وتطلع كوره خارج الملعب. طبعا بقى الليبرو عمال هو اللي بيتكلم والمدرب خلاص سكت كده، قال لك انا بقى ايه العمليه ايه فرق كبير، فما الراجل مش عايز يتكلم. والارسال مع محمد سيد صانع الالعاب. يلا محمد، ادي استقبال ورفعه، مين ده يخلص؟ لا استقبال كوره دفاع حلو من نادي الاهلي وترجع مره ثانيه وشاط وحائط الصد، مفيش تغطيه على حائط الصد، نقطه حلوه من نادي ولايه ديتشه الاثيوبي. طلائع الجيش 8 ولايه ديتشه 5. والنقطه دي طبعا قدامنا رقم 6 ممدوح عبد المنعم، هارد لك يا ممدوح ما طالش الكوره. والارسال مع سالو ورفع محمد وكرة حلوة لكن الليبرو موليسو وترجع مرة كرة سهلة محمد، مين يخلص؟ مين يخلص؟ لسه ما خلصتش الكورة. هارد لك يا ممدوح يا عبد المنعم ترجع، يا سلام حلوة الكورة دي، حلوة الكورة دي وتنتهي. أحلى بقى إنها لصالح نادي طلائع الجيش 5-9 أو 9 طلائع الجيش 5 ولايد ديتشا. ويلا يا احمد ابو حميد صانع الالعاب والعب الارسال الثاني ليك على التوالي والعب. وادي رفع ضعيفه، يلا خش بقى يا راجل الكره سهله، الكره سهله يعني هارد لك. على العموم الكره دي كانت سهله جدا. 9 طلائع الجيش 6 ولايه ديتشا الاثيوبي. طلائع الجيش فايز في كل المباريات، ولايه ديتشا مهزوم في كل المباريات الى الان. والنهارده دي المباراه الرابعه، رابع يوم في هذه البطوله. ارسال عمرو نجيب، يلا يا عمرو. طبعا بطوله افريقيا للانديه ابطال للكره الطائره رجال، دي طبعا تعتبر من اقوى البطولات ابطال طبعا الدوري. 10-7 او 7-10. استقبال محمد، يلا مين يخلص من مركز 4؟ ترجع كوره سهله، يلا هتخش بقى سهله، اعمل بقى هجوم مضاد، يلا واحد ادي الثانيه والثالثه بقى ايه الثالثه بنقطه. برافو يا محمد يا احمد يا فتحي، لعب كوره خلفيه يخلصها اسلام عبد السميع. حداشر سبعة الارسال مع ممدوح، يا ممدوح هارد لك باينه باينه وانت بتلعب الكره كده يعني رزغ ايدك نزل على ناحيه الارض فالكره جت في الشبكه. 11-8 لاعب لما بيلعب ارسال بيبقى عامل حساب ان الكره لازم تروح كيرف وبسرعه وتعدي الشبكه، او هنا ما حدش احسن من حد ما زعلكش فيها. فريق ولايه داتشا اللاعب داكا، يلا هنا بقى عوض يا اسلام. اسلام ارسالاتك بتبقى قويه عاده ونشوف الستايل وحلوه ده، يا سلام برافو الليبرو بينط كده والكره ما عدتش. الليبرو بصراحه عامل اللي عليه اللي هو هاي موليسو. 13-8 يلا تاني بقى باسلامك يا يا اسلام ارسالك الحلوه اسلام، وادي ماشيه كوره ترجع ويلا هجوم. احمد ارفع خلص، مين يخلص؟ خلصت؟ لا لسه هجمه ثانيه، يلا تخش هنا فين حائط الصد؟ مفيش لكن في تغطيه مره ثاني، يلا سهله اهو هجوم هجوم دخل كره ثانيه، يا سلام حلوه برافو يا احمد وكويس ان انت
ما لمستش الشبكه وساب الكوره وضحك على حائط الصد الاثيوبي 14-8. هنشوف سابها كده وخلاص، هو تخيل انه يرفع الكوره لكن سابها نقطه على طول مباشره. واسلام عبد السميع، يلا اسلام، اسلام ارسال الثالث لي، يلا ركز ركز يا اسلام. الشوط الاول على فكره فايز 25-10 وادي دلوقتي 14-8. ادي النقطه كمان 15-8. هوبا الارسال الرابع التوالي لاسلام وترجع مره ثانيه سهله. هوبا فين هنا؟ آه عدت حائط الصد. هارد لك هارد لك يا احمد. هنا بقى هنا اهو عمر الشريفي نبرو. ادي تغيير نزل رقم 11 دانا استوفانوس، يلا دانا، وخرج رقم 6 موليسو كاسامو. ورفع كرة سهلة هتخش، يلا تغطية هنا فين؟ مين هيخلص؟ لا الكرة، يلا هجوم مضاد للنادي طلائع الجيش وتنشاط الكرة والنقطة ال 16 كده 16 عند التكنيكال تايم اوت والتاني لمدته دقيقة 16-9. طبعا التكنيكال تايم اوت. ادي هنا اهو النجم الكبير طبعا احمد العاشري قدامنا ونجوم محمد الحسيني شايفه طبعا بيسخن وكل بيكلم كابتن حسن احمد اهو طبعا نقول الحكم العالمي موجود بيراقب هذه المباراه شايفه موجود كده هو قبل يعني ناحيه المقصوره وادي الجماهير بتشجع وقاعده كل عائلات موجوده وبيتفرجوا على فرقهم وطبعا في انتظار المباراه القادمه النادي الاهلي ونادي ريد سكين كل قاعد مركز ومستنيين طبعا تخلص المباراه دي وان شاء الله في مباراه قادمه مباراه النادي الاهلي. ادي الارسال دلوقتي مع محمد الحسيني، يلا يا محمد محمد الحسين وهارد لك 10-16. كانت عند النقطة العشرة دي على فكرة في الشوط الأولاني كانت نادي الجيش كان كسبان 25-10. إرسال محمد السيد، محمد شوطة وشوفوا على الخط ازاي الكرة وهارد لك ما قدرش يعملها حاجة لاعبي اثيوبيا ولعبة احلى على الخط من النجم محمد السيد. وادي قدامنا اهو ممدوح ممدوح رقم 6 والارسال مع نادي ولاية داتشا مع أديبي ورفع يلا مين يخلص الكورة فعلا خلصها إسلام برافو إسلام. طبعا قدامنا هو رقم 6 ممدوح عبد العليم حائط الصد لنادي الجيش طبعا طوله 2.7 متر أطول لاعب موجود في النادي الجيش هو ومعاه طبعا اللاعب نيجوزو المحترف 2.8 متر بس هو ما نزلش دلوقتي مريحينه ورفع من احمد وكوره ترجع لسه مره ثانيه هجمه مرتده وتشاط وادي نقطه لصالح اثيوبيا او فريق ولايه داتشا الاثيوبي. ولايه ادي استقبال
احمد، يلا يا ابو حميد ويخلصها على طول، جاي من طاير محمد الحسيني نقطة 18. برافو حمادة، جاي طبعا دي لعبته، طاير من المنطقة الخلفية ويخلص الكورة. و19 11 والارسال مع نادي طلائع الجيش، نادي طلائع الجيش، وهذه الارسال مع عمرو نجيب تايسون. يلا يا عمرو، ارسال قوي، وادي الاستقبال وترجع سهله، تخش الكوره هجوم من هنا بقى، خلاص هتخش سهله، دي كوره سهله. يلا الاولى الثانيه، صانع العاب حائط صد، مفيش حائط صد، حائط صد يعني اتنين طالعين حائط صد بس بعاد عن الشبكه، فالكوره لما جت ما بين ايديهم وما بين الشبكه. هارد لك يا ممدوح يا عبد المنعم في اللي فاتت دي، رفع اتشاط حلو قوي، بيرد عليها اسلام عبد السميع، برافو اسلام، برافو اسلام. ادي استقبال ضعيف، اهم حاجه الاستقبال على فكره. وادي يلا احمد وشوطه خلصها، لسه ما خلصتش، تخش سهله الكره اهي، ما اتشطتش بقوه من محمد السيد، ترجع مره ثانيه المره دي حلوه. حسيني بدا ينزل كده ويخلص ويعمل مجهود، برافو يا حسين. ممدوح، ممدوح عبد المنعم، واستقبال حلو ورفع، هتخش سهله من انجلو وترجع. يلا هجوم ضد، مين يخلص؟ الحسيني تاني، برافو يا حسيني. 22 حسيني دلوقتي ما شاء الله في المركز ده لغايه دلوقتي، كورتين ورا بعض مخلصهم من مركز اربعه محمد الحسيني. وايه جنب محمد السيد قاعد ومركز، وادي طبعا الوقت المستقطع بيطلبه المدير الفني لولايه داتشا اللي هو سامبولو باولوس. ادي بقى هنا طلع الجيش طبعا في اريحيه كده في هذه المباراه، وقاعد ومريح، وطبعا الفرق السكور او اللي مريحه النتيجه، النتيجه طبعا فرقه. اتنين وعشرين تلتاشر، يلا يا ممدوح، 2 متر 7 ممدوح، وادي ارسال يلا فين هنا؟ مفيش هنا ومفيش ممدوح، ما قدرش يعمل الكره دي، كان في المنطقه الخلفيه والكره عدت و14 12. طبعا كان محمد الحسيني طبعا ما عملش حاجه في الكوره اللي فاتت دي. اسلام يلا يا محمد، احمد فتحي كوره هنا يخلص، وادي النقطه 23 23، برافو. دلوقتي عمرو نجيب جاب النقطه ال 13 ورايح على ارسال اسلام عبد السميع. يلا اسلام اضمن يا اسلام الاول، حلوه برافو يا اسلام، دي كده هتخش سهله بقى، لكن لسه برافو يا شمرلي الليبرو، وتخش الكوره المره دي سهله. الليبرو ده بيخش طاير اكنه نازل بيعمل دايفنج كده في حمام السباحه، بيطير كده على طول، ويعني بصراحه عامل مجهود كبير. شوفوا حضراتكم ادي 15 23، يلا استقبال، مين يخلص بقى النقطه دي؟ مين يخلص النقطه دي؟ النقطه دي خلصت 24 نقطه الشوط، ادي النقطه اهي، طبعا هم متضايقين 24 15. ادي الجيش، يلا حسيني خلص بقى بارسالك، خلص بقى بارسالك، هنشوف هيعمل ايه محمد الحسيني. يلا يا محمد، وفعلا محمد الحسيني نقول سمع الكلام وخلص النقطة 25 15، برافو يا محمد، داخل وشايط وجاب نقطة، وطبعا الليبرو قاعد هنا يعني عمال بيفكر الكرة دي جت ازاي، ف
فادي النتيجه الشوط الاول 25-10، الشوط الثاني 25-15. يبقى كده هنا دلوقتي نادي طلائع الجيش بيفوز بالشوط الاول والشوط الثاني لغايه دلوقتي في هذه المباراه على نادي ولاية داتشا الاثيوبي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين اربع فرق مصريه مشاركه في هذه البطوله، يعتبر من اقوى البطولات الافريقيه، بطوله افريقيا للانديه اللي فيها 24 فريق. طبعا دلوقتي هنا قدامنا تسخين فريق نادي الجيش، خلاص هو كده يعني نقول استريح ومأمن على فرقته وعلى لاعبته. كابتن وائل، هقول لحضراتكم بقى نادي اللي هو الانديه الاربعه عملوا ايه في مشوارهم لغايه دلوقتي. احنا قلنا خلاص الجيش فاز بثلاث مباريات على كمبالا وبورتو الكاميرون واولمبيك ميليا الجزائري. الاهلي المصري بقى فاز بثلاث مباريات ايضا، نيمو ستار 3 لا شيء، الشرطه الايفواري 3 لا شيء، السجون الكيني 3 لا شيء، والنهارده في المباراه الرابعه ان شاء الله بعد هذه المباراه. نادي سموحه فاز على فان الكاميروني 3-2، وسوانجاز الكونغو 3 لا شيء، وجامن زيمبابوي 3 لا شيء. نادي الطيران فاينانس 3 لا شيء، سويلن بلو بطل سيشل 3-1، بافيا الكاميروني 3 لا شيء، ودي اج سي الكونغو 3-1. يعني الطيران النهارده لعب المباراه الرابعه. يبقى الانديه المصريه لغايه دلوقتي الحمد لله يعني فائزه في كل المباريات اللي لعبتها، لسه ما خسرتش ولا مباراه، فدي يعتبر شيء جميل. ونتمنى طبعا ان الانديه المصريه لما تروح الدور الثمانيه ان شاء الله يعني ما يلعبوش بعض، فتلاقي هناك بقى ايه ان ممكن فريق يضحي ان انا عايز ابقى المركز، كلهم عايزين يلعبوا مركز يوصلوا اول مجموعتهم عشان ما يقابلوش بعض في دور الثمانيه، ويبقى تؤجل اللقاءات المصريه لدور الاربعه. نبدا الشوط الثالث دلوقتي اهو، الشوط الثالث الفرقتين نزلوا ارض الملعب. ادي الجيش، ادي ممدوح عبد المنعم موجود، وشايف احمد فتحي ايضا كان موجود في الملعب هو واسلام. اعتقد ما غيرش كابتن وائل عايدي، الفريق زي ما هو ثابت، وعمرو نجيب تايسون موجود، ادي النمره 14. فترى هنشوف بقى الحسيني موجود زي ما هو ولا رجع ممدوح محمود رؤوف، هنشوف لسه مش باين الصوره. ادي الشمرلي في الملعب نزل، وهتبدا احداث الشوط الثالث. لا الحسيني لسه موجود، يلا حسيني العب بقى الارسال، انت عملت ارسال نهيت بيه الشوط الثاني كان قوي جدا، لكن المره دي لسه في الملعب. هوبا اول نقطه لصالح نادي داتشا ولاية داتشا الاثيوبي، واول تقدم في المباراه اصلا، واحد لا شيء واحد لا شيء. يا سلام على الارسال، ايه ده، ورفع وتتشاط والتعادل حلو 1-1. تعالى بقى هنا بدأنا نتعادل، يلا عمر، ممدوح عبد المنعم، يلا ممدوح لعب ارسال سهل على الليبرو سوالو، وترجع تتشاط
ومرة تانية خلفية. فين هنا النقطة على طول؟ 2-1 2-1 لصالح النادي الأهلي. والإرسال مع ممدوح عبد المنعم، حلوة ولد يخلصها زي الصقر. محمد السيد مقفل المنطقة، برافو حمادي. محمد السيد طبعا رقم 11 واقف على الشبكة، طوله 199 سنتي. إرسال من ممدوح سهل وترجع، يلا ممدوح مرة تانية. مين يخلص بقى المرة دي هنا؟ أوبا خارج الملعب عمرو نجيب تايسون. هارد لك يا عمرو. 2-3 2-3 وحلوة. ادي 4-2 بيخلصها تايسون، بيعوض الكرة اللي فاتت. يلا يا نجوم هنشوف بقى محمد سيد هيعمل ايه المرة دي. ادي 4-2 وادي تغيير تاني، هو التغيير. دوسة نزل وخرج صلاة. استقبال ورفعة. الليبرو بصراحة أحسن لاعب لغاية دلوقتي، عامل شغل في نادي الجيش، نادي ولاية داتشا. طبعا فرحان، النتيجة باينة على إسلام. يلا إسلام. وأدي إرسال سهل الشمالي وبيرفع احمد، وشوطه يخلصها حلوه قوي طبعا عمرو تايسون. برافو يا عمرو. وادي اسلام اهو، وخمسه ثلاثه. يلا ابطال بقى خلصوا على طول كده. تايسون، يلا عمرو يجي تايسون. برافو. يلا سهلة. هو على فكرة مشكلة نادي ولاية داتشا طبعا قصار القامة، يعني دي برضو ده السبب ان ما عندهمش طبعا بلوك قوي، فدي بتفرق الطول في الطايرة. هي الطايرة يعني الطول زي الباسكت كده. ما نقدرش نتكلم عن الباسكت في وجود نجمنا كابتن هيثم السعيد، فبيتكلم عن الاطوال، فطبعا دي تفرق. لازم لا زي لعبه الباسكت طبعا لعبه العمالقه، وهنا بالنسبه للطايره لازم يبقى على الاقل المتوسط في البطولات القويه يبقى الارتفاع او المتوسط اللاعبين 2 متر 2 2 متر 3. ده بقى الليفل اللي هو بتاع بقى روسيا وبتاع صربيا والولايات المتحده الامريكيه. نفتكر حتى كمان لما بيكون صانع الالعاب طويل كان يعني بيبقى هناك كلام كبير، لكن هنا بالنسبه لفريق ولايه داتشا طبعا معظمهم قصار، ما تعدوش مفيش حد اعتقد يجيب 2 متر 2 متر واحد، مفيش. ادي النتيجه دلوقتي واضحه 8-4 دبل سكور طلائع الجيش وولايه ديتشنا الاثيوبي. تخيلوا حضراتكم يعني انطباع الدول المشاركة في هذه البطولة، ولما تنقل ال 24 دولة دي أو ال 20 طبعا، لأن في هنا أربعة من مصر، و طبعا قنوات زي قناة الأهلي متشافة في دول كثيرة، ولقوا أن التنظيم النادي الأهلي ومنظم عمل بطولة أولانية للسيدات والثانية للرجال، فانطباع أن مصر طبعا بلد السياحة وبلد الأمن وبلد الأمان. وكان في تقرير موجود كان مع لاعب كينيا، ولاعب كينيا في نفس الوقت كان عضو مجلس الشعب أو النواب في كينيا. فطبعا هي ايه بقى كابتن صلاح أحمد صلاح أهو قدامنا، فطبعا كان عضو مجلس النواب، فبيقول أنا مبسوط وهنقل الكلام ده للوزارة في كينيا على أساس إن لو في أي بطولات أو إن مصر دي بلد الأمن والأمان. فهي كده يعني، هي الرياضة وجهة نقول حضرية تقدر تجذب سياح، في سياحة رياضية طبعا حضراتكم عارفين،
فطبعا لما ال20 فريق اللي هنا ويسافروا ويرجعوا بلدهم يقولوا احنا قعدنا في مصر او في القاهره والامور، وكان طبعا النادي الاهلي مفخره بالنسبه للتنظيم العالمي لا يقل عن التنظيم العالمي في اي حاجه. طبعا البطوله هنا ان شاء الله لغايه دلوقتي ناجحه زي نجاح البطوله الافريقيه للسيدات. طبعا بنشكر كافه اللجان المنظمه في البطوله، طبعا برئاسه الاستاذ محمد دماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وكافه اعضاء النادي الاهلي بصراحه اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اللي عاده نلاقيهم موجودين في كل المباريات اللي موجوده. 10-5 دبل سكور. يلا بقى هنا بقى هنركز، وادي ارسال مركزش ما اسمعش كلام المره دي. ارض لك طبعا 6-5 6-10 6-10. استقبال من الشمرلي، رفع حط تشوط الكوره وترجع مره ثانيه، وامر برافو ممدوح عبد المنعم ترجع مره ثانيه، حائط صد لكن خارج الملعب. حائط الصد ده يعني لازم الايد تبقى يعني لداخل ملعب الخصم عشان الكره جت تترد على طول على لاعب الخصم، لكن اللي فاتت دي شوف هوب جت طلعت بره. رافعه تتشاط وترجع مره ثانيه، حلوه 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 من ممدوح، برافو يا دوح. عايزين كده بقى ايه نشد المباراه حماس ونشوف ان شاء الله فوز لمصر في هذه المباراه والمباراه القادمه مباراه النادي الاهلي ان شاء الله. الارسال يلا يا حسيني هارد لك. ادي النقطه ال 12 طبعا حب 12-7. مره تاني محمد الحسيني برافو، يا سلام يا سلام يا سلام على التاتش. طبعا كان بيقول له هارد لك على طول، مش قادر، كره صاروخ على طول ما قدرش يلمسها، يا دوب جت في ايده وطلعت بره ما لحقش يستقبلها كويس. ارسال قوي جدا من محمد الحسيني الثاني، ودي دلوقتي ان شاء الله الثالث. يلا النقطه الثالثه ان شاء الله. يلا حماده يلا حماده يلا حماده، هارد لك يا حماده. ايه تعبت ولا ايه؟ عادة لما اللاعب يلعب ارسالين وثلاثة يعني المفروض بيبقى خلاص اتعود، لكن المرة دي هو بيفكر تفكيرين. لكن يلا ادي ارسال من رقم 17 انكو وترجع مرة ثانية وفي حائط الصد، وادي النقطة ال 14 14 8. اهو ممدوح استقبال ضعيف وترجع، يلا هنخش بقى فين؟ سهلة لسه، برافو اتنين داخلين على بعض ولسه الكرة في الملعب. مين يخلص؟ مين يخلص؟ خلص ست ما خلصتش، خارج الملعب، قلنا كنا لمس التاتش ولا حاجة لكن ما لمستش الكورة أي حد. تمنتاشر تسعة 14-9. يلا حلوة، ولد ولد يا حسيني جاي طاير، لعبته جاي طاير كده من منطقة الخلفية وعارف يوجه الكرة فين وبيلعب بعيد عن حائط الصد. كان مفيش حائط صد وجاب النقطة 15 15-9. والإرسال مع إسلام، إسلام عبد السميع. يلا إسلام يلا يا بطل إسلام، قوية وترجع تشاط تخش الكرة في الشبكة في حائط الصد وتطلع خارج الملعب. والكرة اللي فاتت دي ادي الليبرو طبعا عامل مباراة قوية الليبرو. 10-15 يلا ابطال. Thank you.
الشمرلي وادي رفع تتخطى وتتشاط الكوره ويلا الليبرو. مين بقى هنا هيخلص؟ مين هيخلص الكوره؟ حلوه تخلص من عمرو تايسون. برافو يا عمرو. برافو يا عمرو. التين حق صد طالعين لكن يخلصها. ودي النقطه 16 16 ادي 10 والارسال مع عمرو. يلا يا عمرو. برافو 17 10. برافو يا عمرو. ارسال قوي طلب وقت مستقطع طبعا. طبعا راجعين ومستريحين. وائل مستريح. وائل عادي مستريح هو بيكلم فرقته. النتيجة 16 11 16 11 مش 17 مش 17 10 مكتوبة النتيجة كده اهو غيروها عشان ده الوقت المستقطع الفني الثاني فعلى طول اللوحة اتغيرت. هدوء اعصاب لنجوم نادي طلائع الجيش و 16 11. طبعا الاربع فرسان الاهلي والجيش وسموحه والطيران المصريين طبعا الفرسان المصريه اللي موجوده في هذه البطوله نتمنى لهم التوفيق في هذه البطوله وان شاء الله يبقى في على الاقل فريقين بيلعبوا على النهائي مصريين. ادي ارسال قوي بيلعبوا على فكره على الليبرو ده على طول. اوه عدت اسلام. وادي النقطه ال 17 17 11 نقول المباراه قربت على النهايه ان شاء الله كده. وعمرو نجيب على الارسال. يلا يا عمرو استقبال ضعيف ونقطة 18. يلا يا أبطال. تمنتاشر حداشر. يلا عمرو نجيب تايسون بطل إرسال والليبرو على طول وهتخش سهله. يلا بقى النقطه 19 بقى مين يجيب 19؟ مين 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 مين؟ محمد الحسيني. برافو يا حسيني. برافو يا حسيني جايب النقطه 19 من ساعه لما نزل بدل في نص الشوط الثاني وهو بصراحه عامل مجهود. ادي النتيجه 19 11 19 11 النتيجة 19 11 أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي. 11 طلائع الجيش 19 طلائع الجيش 11 ولاية ديتشا الإثيوبي. تايم أوت أو وقت مستقطع بيكتبوا يعتبر يعني آخر تايم أوت بيكتبوا مدير فني ولاية ديشا مستر أو كابتن سامول بولس. إرسال مع عمرو عمر نجيب. يلا يا عمر. يلا عمر بقى نخلص كده كده كام إرسال يا ولد. يا عيني يا عيني يا عيني حظك حلو في الكرة دي يعني الواحد ده بقى حظ يعني الكرة دي كله بيبتسم جت في الشبكة وفقدت كل قوتها يا اما بدل لما تيجي عندنا راحت عند فريق اثيوبيا ف 20 11 ما تعملهاش تاني يا عمرو. لا او بص قلت له ما عملهاش تاني فبدا راح بعتها بقى المره دي ايه بعيد خالص. لازم اللاعب وهو بيلعب ارسال يبقى كده رزق ايده وكف ايده على طول بكيرف على اساس وطبعا بتحتاج سرعه عشان تروح
تعدي الشبكه اللي طولها 2.43 متر وتوصل للفريق الاخر بقوه 21-12. 21-12 يلا الارسال مع محمد السيد، نفس القصه مره ثانيه لكن المره دي ربنا سطرها وترجع وتتشاط سهله، ترجع مره ثانيه هوبا 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 لسه ها مين يخلص بقى؟ فين حائط صد؟ فين حائط صد؟ فين حائط صد؟ فين حائط الصد؟ لسه 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 حلوه اللي فاتت دي 22-12. طبعا بيضحكوا، الكره اللي فاتت دي كان زي ما تكون يعني تيجي في الشبكه وترجع على اللاعب، تيجي في الشبكه وترجع على اللاعب. يلا محمد السيد اهو ادي استقبال رفع هوب حائط صد، مفيش حائط صد يا راجل يا راجل. 13-22 على العموم لسه يعني الملعب معانا والنتيجه معانا، ويعني ان شاء الله المباراه نقول مبروك لنادي يعني نقطتين ونقول مبروك اهي اهي بره خالص. شكرا اهو شكرا اهو ادي كده 23-13 23-13 يلا مين بقى هيخلص هنا اهو الحسيني هوبا ادي استقبال من اعلى ورفعه وشوط بعيد 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 لسه 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 هوبا رفعه وتتشاط الكوره وتاتش ونقطه هارد لك في الكوره 14-23 14 ولاي ديتشا 23 طلاء الجيش اوه ادي استقبال يلا مين يخلص الكوره لسه ترجع مره ثانيه هوب حائط صد مفيش حائط صد مفيش حائط صد 15 مش اشكال الكره دي من عندنا 15-23 15 ولاية دشة 23 طلائع الجيش ادي ادي خارج يا جماعه متشكرين قوي كده على اللي انت عملته وماتش بوينت 24-15 يلا بقى هنا بقى الحسيني لو تفتكروا الشوط اللي فات هو اللي خلص باخر نقطه في الشوط الثاني يا ترى هيخلصها المره دي ويخلص الماتش حسيني 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 هارد لك يا حسيني هو حب يضمن الكوره ويلعبها كده ارسال يعني ستايل طبعا الليبرو يقول لك انت بعدت الكوره بعيد عني قال يعني هو كان زعلان ان الكوره لو جات له هيقدر يصدها يلا بقى هنا عموما احنا نخلص لا شكرا كده كده مبروك لنادي طلائع الجيش 25 يفوز 16 في الشوط الثالث يبقى كده ثلاث اشواط 25-10 25-15 و25-16 والف مبروك لطلائع الجيش بالفوز على ولايه ديتشا الاثيوبي استمتعنا سويا اعزائي متابعي قناه النادي الاهلي وكان معكم معلقكم ايهاب حسنين وننتقل ان شاء الله للتحليل بعد الفاصل مع نجم التحليل كابتن هيثم السعيد وضيوفه كابتن محمد صلاح وكابتن محيي الدين صلاح. نفس النقطة يا ريس. مين عمرو الألوان؟